تعايشت مع كل ما حدث خلال 7 سنوات؟ للأسف كثير نحن بقرن 21 ونشوف هذا السوق أو هذه الأشياء اللي مجموعة من الإرهابيين هيك سووا بالإيزيديات، فكنا ما نعرف الصدمة منين رح ناخذها، من الجيران اللي خانونا ولا من الحكومة اللي تركونا. فللأسف كثير اللي خلونا في هذا الموقف الصعب. المحنة ما كانت سهلة أبدا بالنسبة لأي بنت إيزيدية أو أي ولد إيزيدي. اختطفتي شفنا وكان عمرك 14 سنة سيبان، نعم وتعرضتي للاستغلال الجنسي والجسدي والنفسي. ما كانت أسوأ المراحل في هذه السنوات السبع؟ هي سنوات السبعة كلها كانت صعبة، فالمحنة ما كانت سهلة أبدا. 7 سنوات الأسر، 7 سنوات التعرض للعنف الجسدي النفسي الجنسي، 7 سنوات استعباد، فهاي بذاتها كلها كانت صعبة، ما كان في أي شيء محدد. الأصعب لما هم كانوا يفرجونا فيديوهات يوم اللي يقتلون أهالينا وهم يكبرون ومبسوطين وفرحانين، وكأنه كان هذا الشيء اللي يسوونه القتل كأنه كانت أعظم إنجازاتهم.